اخر حاجه، سوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم 28 اكتوبر. اللائحه قالت اي انذارات او اي حالات طرد هتحصل في الدوري قبل لقاء كاس السوبر ليست متعلقه بكاس السوبر، كل مسابقه منفصله عن الثانيه. اذا اتلعبت مباراتين، اتلعبت ثلاثه، اي انذارات اي كارت احمر بخلاف القرارات الانضباطيه مش هتؤثر على كاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك. ونفاذ 85% من مبيعات التذاكر حتى الان على ملعب هزاع بن زايد في ابو ظبي.